الحد في طاحونة الأعداء من الآخر. وأنا أعتقد أن مبادرة الأخ الرئيس أبو مازن والتي تنص على تشكيل حكومة وطنية لمدة 6 أشهر تأخذ الشعب الفلسطيني من مستنقع الانقسام إلى واحد الديمقراطية وواحد الانتخابات التشريعية والرئاسية والانتخابات المجلس الوطني، قد تكون أهم خشبة خلاص للشعب الفلسطيني الآن للتخلص من هذا الانقسام الذي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني. يعني الفعالية الثقافية التي تنظمها الجامعة في هذا اليوم بالتعاون مع مفوضة التوجيه السياسي في محافظة طول كرم هي عبارة عن ندوة سياسية حول المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وحول موضوع الثورات العربية اللي تشهدها مختلف الأقطار العربية كما نشاهد على محطات التلفزة. يأتي تنظيم هذا النشاط بطبيعة الحال في إطار اهتمام الجامعة بتوعية الشباب من أبناء هذه الجامعة، والمرحلة تستدعي يعني عملية التثقيف والتوجيه يعني في هذا المجال. من استضفتم اليوم في هذه الندوة وأهميتها بالنسبة للطلبة والطالبات في جامعة فلسطين التقنية؟ تحدث في هذه الندوة يعني السياسية التي تعقدها الجامعة كما ذكرت في هذا اليوم الأخ الدكتور نايف سويطات المفوض الوطني للتوجيه السياسي والوطني وعضو المجلس الثوري، والأخ العميد المناضل لؤي عبدو عضو المجلس الثوري، وهم يعني من خيرة الرجال اللي لهم تاريخ نضالي وخير من يتحدث عن مثل هذا الموضوع المهم لأبناء شعبنا وللطلبة الدارسين في مختلف الجامعات. تحكي لنا طبيعة لقاء اليوم وأهميته بالنسبة لطلبة جامعة خضوري. احنا طبعا في التوجيه الوطني دائما رسالتنا للشباب الفلسطيني سواء كانوا في المدارس والجامعات حتى نخلق ثقافة وطنية تخدم هذه القضية العادلة من أجل بناء دولتنا الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف. واخترنا اليوم هذا العنوان في حوار مع الشباب: الثورة الشعبية العربية وأثرها على الواقع الفلسطيني، ونأمل من هذا التغيير أن يكون لصالح قضيتنا إن شاء الله. ايش تحدثتوا اليوم في هذا اليوم؟ تحدثنا عن الآثار السلبية والآثار للواقع العربي اللي أدى إلى هذا الوضع من ثورة شعبية، واقع كان مرير عندهم في الوطن العربي. وإحنا كفلسطينيين دائما كنا نأمل أن يكون هناك تغيير، تغيير دائما إحنا صفنا وموقفنا مع الشعوب العربية، وبنتأمل أن يكون هذا التغيير لصالح القضية الفلسطينية من أجل الخلاص من الاحتلال وقيام دولتنا الفلسطينية. وإحنا اليوم نفتح الحوار مع شبابنا أساس نخلق ثقافة مشتركة إحنا وياهم، ثقافة يكونوا فيها يوم رواد هذا الوطن ويكونوا قادة المستقبل، لأنه عمادنا في هذا الوطن هو الشباب. وإحنا في التوجيه الوطني دائما على تواصل مع شبابنا سواء في الجامعات والمدارس من أجل خلق لغة مشتركة وثقافة وطنية مشتركة أيضا بيننا وبين شبابنا الفلسطيني اللي هم عماد المستقبل.